وحتى يوضح لهم أكثر سيدنا عيسى قال لهم هذا المثل. رجال كان عنده ابنين، فقال الصغير لأبوه: يابا انطيني نصيبي من الميراث قبل ما تموت. فقسم ماي ملكه بيناتهم، وبعد كم يوم جمع الصغير كل شيء له وسافر للخارج، البلدة بعيدة، وهناك بذر ثروته باللهو والعبث. وبعد ما أنفق كل شيء صارت مجاعة كلش قوية بكل المنطقة، وصار محتاج، فراح واشتغل بخدمة شخص من أهالي المنطقة، فدز الحقولة يرعى الخنازير. ورغم أنه كان يشتغل ما كان عنده فلوس تكفي للأكل، وكان يتمنى أن يملي بطنه من الخروب اللي كانت تاكل الخنازير، وماكو واحد ينطي أي شيء. فرجع النفس وقال: كل الخدم اللي عد أبويا يزود الأكل عدهم، وأنا هنا أموت من الجوع؟ أقوم وأروح لأبويا وأقول له: يابا أنا اخطأت بحق الله وحقك، وأني ما أستحق أن أكون ابنك، سويني واحد من خدامك. فقام وراح لأبوه، وقبل ما يوصل من بعيد شاف أبوه وحن عليه وركض وحضنه وباسه. فقال الابن لأبوه: يابا أنا اخطأت بحق الله وحقك، وما أستحق أن أكون ابنك. فقال الأب للعبيد: بسرعة روحوا جيبوا أحسن ثوب ولبسوه، وخلوا خاتم بإيده وحذاء برجليه، وجيبوا العجل السمين وذبحوه، فناكل ونفرح، لأن ابني كان ميت ورجع للحياة، وكان ضايع واللقى، فاحتفلوا وفرحوا. لكن الابن الكبير كان بالحقل، ولما رجع وتقرب من البيت سمع الموسيقى والرقص، فصاح واحد من الخدم وسأله عن الموضوع، فقال له: أخوك رجع وأبوك ذبح العجل السمين، لأن هو رجع له بالصحة والسلامة. فزعل وما قبل يدخل البيت، فطلع أبوه يترجى حتى يدخل البيت، لكن جاوب أبوه قال له: كل هذه السنين وأني أخدمك وما خالفت رأيك أبدا، وما نطيتني ولو خروف واحد حتى أفرح بي ويا أصحابي، لكن لما رجع ابنك هذا اللي بذر مالك ويا الزواني ذبحت له العجل السمين. فقال له أبوه: يا ابني أنت وياي دائما، وكل ما عندي هو إلك، لكن كان لازم تفرح وتبتهج، لأن أخوك هذا كان ميت ورجع للحياة، وكان ضايع واللقى.